الآن مشاهدينا أهلا بكم وموجز الأخبار من ميسات. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا أعمال القمة العربية الأوروبية التي يستضيفها مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي. سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه طرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات والقضية الفلسطينية. أكدت وزارة الصحة تخصيص مراكز لعلاج السمنة والتقزم والأنيميا عند الأطفال، وسيجرى فحصهم بالمدارس. وأشارت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص نحو 12 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة حتى نهاية شهر إبريل المقبل، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة بعيادات التأمين الصحي بالمجان. أكد دكتور هشام عرفات وزير النقل أن اليوم بدأ التشغيل التجريبي المسافة بين محطتي مترو أنفاق المرج الجديدة والقديمة. وأضاف عرفات أن مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة بلغ تكلفته الإجمالية 600 مليون جنيه، موضحا أن التشغيل التجريبي يأتي بعد الانتهاء من إجراءات اختبارات التشغيل النهائية والتأكد من منظومة السلامة والأمان بين المحطتين. عربيا، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة طوارئ بالبلاد لمدة عام. جاء ذلك في خطاب وجهه البشير للأمة السودانية مساء أمس الجمعة بالقصر الجمهوري بالخرطوم. ودعا البشير البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه فتحا للأبواب أمام إثراء الحياة السياسية لتفعيل الحوار البناء عبر المبادرات الوطنية الخالصة. ورياضيا، وفي دوري أبطال أفريقيا يستضيف الإسماعيلي فريق شباب قسنطينة الجزائري في 6 مساء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة 3 لدوري المجموعات. ويتطلع الدرويش لتحقيق الفوز الأول متسلحا بالقرار التاريخي الذي صدر لصالحه وإعادة للحياة الأفريقية بعد أن خاض الإسماعيلي مبارتين بالمجموعة انتهت الأولى بالخسارة بهدفين نظيفين أمام مازيمبي الكونغولي، ثم بثلاثية نظيفة أمام الأفريقي التونسي. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.